الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث عن السلاسل الزمنية بشكل عام، وفي هذا المقطع سأقدم ما يسمى نموذج المتجه ذاتي الانحدار. نموذج المتجه ذاتي الانحدار فيكتور أوتو ريجريسيف موديل، أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. تطورت نظرية السلاسل الزمنية بشكل متسارع خلال السنوات الثلاثين الماضية، وأدخل عليها العديد من النماذج الابتكارية، منها طبعا هذا النموذج، فزادت توسعا وثراء وتوظيفا في مجال التنبؤات. ومن النماذج التي دخلت عليها حديثا أو دخلت إلى النظرية ما يسمى نموذج المتجه ذاتي الانحدار، ميم باحة متجه ذاتي انحدار، اختصرتها يعني هذا هو مصدر الكلمة انحدار، فميم داحة هو اختصار لمتجه ذاتي انحدار، أو ما يعرف تحت المختصر اللاتيني VAR Vector Autoregressive. فما هو نموذج ميم داحة وكيف نستخدمه وما هي أساسياته؟ هذا سؤال مهم جدا. من المفيد أن يعرف الطالب الباحث بأن يوظف أو توظيف نموذج ميم داحة في الأبحاث الاقتصادية قد توسع بشكل كبير خلال السنوات منذ تطويره واستخدامه وانتشار استخدامه على يد العالمين سيمز وزا، سيمز أم زا، اعتقد أنه اسم صيني، في العام 1998، أي بمعنى آخر الآن مر 23 عاما على يعني تطوير هذا النموذج واستخدامه. ماهية النموذج؟ يعمل نموذج ميم داحة مظلة لما يسمى، وأرجو الانتباه هنا، لما يسمى السلسلة الزمنية متعددة المتغيرات أو Multivariate Time Series، لأن إلى هذه اللحظة فقط تعاملنا مع سلسلة تتشكل من متغير واحد. هذا المتغير كسلسلة يعتمد على قيمه السابقة، لكن هنا أحد المتغيرات أو كلها تعتمد على بعضها البعض، لأنه سلسلة زمنية متعددة المتغيرات. هذا طبعا النموذج يعمل بربط المشاهدات الراهنة للمتغير مع المشاهدة السابقة له، والمشاهدات السابقة لمتغير آخر في منظومة معادلات السلسلة الزمنية تحت الدراسة. سأبين ذلك إن شاء الله بمثال قريب إن شاء الله بعد مقطعين ثلاثة. تختلف نماذج ميم ذاحة عن النماذج ذاتية الانحدار لأنها تسمح بانتقال المعلومات بين المتغيرات في النموذج. وعلى سبيل المثال نفترض أننا بصدد تقدير نموذج معرفة أثر الناتج المحلي الجي دي بي على معدل التضخم إنف آر إنفليشن ريت يعني. فالآن أريد أن أعرف أثر هذا على هذا، لكن سبحان الله بهذا النموذج اللي هو نموذج المتجه ذاتي الانحدار، جي دي بي يؤثر بالإنفليشن ريت، والإنفليشن ريت يؤثر على الجي دي بي، فهناك علاقة تبادلية هنا. الشيء الجميل في ميم داحة أنه يمكننا من معرفة أثر جي دي بي على الانفليشن ريت، وبالعكس أي يمكننا بالوقت نفسه معرفة أثر التضخم على الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يمنحنا نموذج ميم داحة القدرة على معرفة العلاقة بالاتجاهين، هذا الاتجاه من هنا إلى هنا وهذا الاتجاه من هنا إلى هنا. ميزات النموذج سأبينه بمثال إن شاء الله بعد قليلة. ميزات النموذج: يتميز نموذج ميم داحة بحسنات متعددة، منها الشمولية والمرونة في التعرف على السلوك الفعلي للمتغيرات على أرض الواقع، قدرته على الجيد على التنبؤ، وأخيرا قدرته في التعرف على التشابك الحركي لبيانات السلسلة الزمنية. نتابع خطوات النمذجة Modeling Steps. هنا تشمل نمذج السلسلة اللي هي متعددة المتغيرات تحت الدراسة طبعا بواسطة ميم داحة أربع خطوات على النحو الآتي. خطوة الأولى: توصيف النموذج حسب قناعة الباحث حسب ما تملي عليه النظرية، وتقدير معلومات نموذج ميم داحة نفسه. الخطوة الثانية: توظيف الاستدلال الإحصائي inference للتأكد من النتائج وتعديل النموذج عند الحاجة. الخطوة الثالثة: إجراء التنبؤ forecasting بواسطة النموذج المقدرة معلوماته. الخطوة الرابعة والأخيرة: التحليل الهيكلي أو مثلا structural analysis. سأبين إن شاء الله هذه الخطوات بمثال
واضح جدا طبعا لمتغيرات ونتائج النموذج هنا. أشكال النموذج، هناك ثلاثة أشكال رئيسة لنموذج ميم ذا حا، هو متجه ذاتي الانحدار. أول شكل هو الصيغة المختصرة reduced form، والشكل الثاني هو النموذج التكراري أو المعاود كما ترجمته بتصرف recursive form، والنموذج الأخير اللي هو النموذج البنيوي structural var model. الشكل الأول نموذج الصيغة المختصرة يعتبر كل متغير فيه دالة function ofها في القيم السابقة للمتغير نفسه والقيم السابقة للمتغيرات الأخرى في النموذج الداخلة في النموذج طبعا. لكن هناك مشكلة في هذا النموذج، على الرغم من أنه أبسط الأشكال، مفاد هذه المشكلة أن المتغيرات الموجودة آنيا أي في الوقت نفسه ليست مرتبطة مع بعضها بعضا، وأن الأخطاء العشوائية مرتبطة عبر معادلات النموذج، ما يعني بأن الباحث لا يستطيع معرفة الصدمات أثر الصدمات هذه التي تؤثر طبعا في منظومة المعادلات. الشكل الثاني النموذج التكراري يحتوي كل مكونات نموذج الصيغة المختصرة ويسمح بجعل بعض المتغيرات دوال في المتغيرات المتزامنة الموجودة يعني المقصود فيها في المنظومة، ويسمح كذلك بنمذجة الصدمات الهيكلية، وهو طبعا من أبسط يعني من أكثرها أو أبسطها تقديرا لمعلوماته زائد أبسطها بالتفسير. أخيرا الشكل الثالث النموذج البنيوي أو الهيكلي يحتوي بعض القيود التي تسمح بمعرفة اتجاه السببية بين متغيرات المنظومة بشكل أفضل من نموذجين سابقين، ويساعد في استخدام العلاقات السببية في نمذجة أثر الصدمات الفردية والتنبؤ بها. المثال الذي سأقدمه بعد قليل هو فقط عن النموذج التكراري. وصف مكونات النموذج، يتكون نموذج ميم ذا حا من منظومة معادلات تمثل العلاقات داخل المنظومة، وعادة ما نستخدم لغة خاصة في عملية توصيف النموذج. مثال على ذلك أن نحدد عدد المتغيرات الداخلية كما تعلمناها بالاقتصاد القياسي العادي اللي قبل التايم سيريز أو قبل السلاسل الزمنية، ما يسمى بإندوجينوس فاريبل المتغيرات الداخلية مقابل إكزوجينوس فاريبل المتغيرات الخارجية. فإذا مثال على ذلك أن نحدد عدد المتغيرات الداخلية إندوجينوس فاريبل المشمولة وعدد المتأخرات ذاتية الانحدار اللي هي autoregressive terms المشمولة. فلو كان لدينا على سبيل المثال متغيران داخليان واثنان متأخرات ذاتية الانحدار، نقول بأن النموذج ميم ذا حا ثنائي bivariate AR of 2 يعني autoregressive من الدرجة الثانية أو AR of order 2. ولو كان لدينا ثلاثة متغيرات داخلية وأربع متأخرات ذاتية الانحدار، نقول بأن النموذج ميم ذا حا ثلاثي بأربع متأخرات tri-bivariate لكنه var of 4 يعني معنى آخر var of order 4. وبشكل عام يتألف نموذج ميم ذا حا من نون المعادلات تمثل نون المتغيرات الداخلية ويشمل P من المتأخرات ذاتية الانحدار المتغيرات الداخلية. طبعا إن شاء الله بالمثال سنوضح ذلك. مثال، يمكننا صياغة نموذج تكراري ثلاثي tri-bivariate من متأخرتين var 2 للعلاقات بين ثلاثة متغيرات داخلية endogenous variables الناتج المحلي الإجمالي وحجم الاستثمار i اللي هو طبعا GDP sub t اللي هو فترة t وحجم الاستثمار i sub t وأسعار الفائدة على سبيل المثال r sub t على النحو الآتي. الآن سأفرد لها صفحة كاملة هذه المعادلة، معادلة النموذج. هذه المعادلة الأولى، إنه الجي دي بي الآن يساوي هذه المعادلة هنا، بمعنى آخر هاي نقطة تقاطع، هاي المعلمة الأولى اللي هي الآن متأخر في الجي دي بي لفترة واحدة، زائد لاحظوا لي ألفا صب 1-2 للمتأخر في الجي دي بي لفترة ثانية، زائد الآن الاستثمار في الفترة السابقة زائد الاستثمار في الفترة الأسبق منها، وهنا أخيرا اللي هي عندي أثر سعر الفائدة في الفترة السابقة والفترة السابقة عليها هنا سعر الفائدة. إذن هاي أول معادلة، لاحظوا لي الآن كيف الترتيب. المعادلة الثانية الآن investment، هنا الآن أخذنا بعين الاعتبار فقط الـ GDP. الآن investment أو الاستثمار يعتمد على الـ GDP الفترة هذه زائد الفترة الـ السابقة الـ GDP الفترة الأسبق منها زائد B sub T. طبعا هنا
الاجتهاد للباحث أن يدخل هذه بصفتها كما هي الآن أو أن يحذفها ويضع مكانها هذه. فبرجع الآن لقناعة الباحث وطبعا لقوة النموذج. نكمل زائد الآن الاستثمار في الفترة السابقة، الاستثمار في الفترة الأسبق منها، وسعر الفائدة هنا لاحظوا لي بالفترة السابقة الفترة الأسبق منها، وأخيرا هذه الآن عبارة عن معادلة سعر الفائدة يساوي جي دي بي في الفترة الحالية، وكذلك أمر يستطيع الباحث أن يحذفها فقط يعتمد على الفترات السابقة. فهذه يعني أنا هنا اخترت لأنه جي دي بي الآن يعني يعتمد على هذا اجتهاد وهنا اجتهاد وهنا اجتهاد، لكن هذا الاجتهاد ليس من فراغ، إنما يخضع لاعتبارات فنية بال إن شاء الله بالنموذج، وأبين بعد يعني قليل هذا الكلام إن شاء الله. فهنا سعر الفائدة يعتمد على جي دي بي بفترة حالية السابقة الأسبق، ثم الآي تي الاستثمار فترة تي، ثم الأسبق منها، ثم الأسبق، وهكذا. نتابع كيفية تقدير النموذج. يمكن تقدير معلومات كل معادلة، كل معادلة في النموذج الاستقرائي بواسطة المربعات الصغرى الاعتيادية ميم صاد عين، اللي هي مربعات صغرى اعتيادية أو Ordinary Least Square OLS، تحت الشروط الآتية. كل معادلة لوحدها، أول شرط أن يكون متوسط الأخطاء العشوائية مساويا للصفر، هو اعتبار نظري. أن تكون المتغيرات كسلسلة، أن تكون مستقرة، هذه المتغيرات يجب أن تكون مستقرة، ننظر إليها كسلسلة، كل متغير لوحده. ثلاثة، هناك احتمال ضئيل لوجود قيم شاذة كبيرة في السلسلة. وآخر شرط، ولا يوجد تداخل خطي perfect، اللي هو تام طبعا، perfect multicollinearity. إذا استوفيت هذه الشروط تكون تقديرات متسقة، ويمكن استخدام اختبار تي في تحديد الأهمية الإحصائية للمتغير تحت الدراسة. توصيف النموذج، نقوم بتوصيف النموذج باختبار أو باختيار أكبر عدد ممكن من المتأخرات، ثم تقييم أداء النموذج ابتداء من المتأخرة صفر وحتى المتأخرة القصوى اللي هي P، ويكون النموذج الأمثل هو الذي يقلل مينيمايز أحد معايير الاختيار، وهو على النحو الآتي مثلا، اللي هو معيار أكيكي AIC criterion، اللي هو أكيكي information criterion، من أحد الاختبارات هو معيار شوارز البيزي، اللي هو شوارز بيزيان موديل PIC، أي الذي يعتمد على ضريبة بيز اللي هي في الاحتمال، وأخيرا معيار هنان كوين HQ. لابد من توخي الحذر، هنا تحذير لأحبة الطلبة والمتابعين والباحثين، لابد من توخي الحذر حول عدد المتغيرات الداخلية، ونختار العدد المناسب والموثوق منها، فكلما زاد عدد المتغيرات زاد عدد المعلومات التي نحتاج إلى تقديرها في كل معادلة ولكل متأخرة في المعادلة، إضافة لارتفاع احتمال الخطأ في التقدير. وفي جميع الأحوال لابد من أن ننضبط، لابد أن ننضبط ما أمكن ذلك بما تقوله النظرية الاقتصادية، وقد نلجأ إلى اختبارات معينة تساعدنا في تحديد المتغيرات، مثل اختبار جرانجر في السببية. طبعا في الآن برامج حاسوبية منها ما اعتمدت عليه أنا شخصيا، له إيفيو يعني بيساعدني على اختيار عدد المتأخرات وما شابه. الآن مثال، يحتوي الجدول الأدنى بيانات افتراضية عن نفقات العامة، لاحظوا النفقات العامة جي سب تي government expenditure okay public expenditure، والاستثمار الرأسمالي كي سب تي لخمسة عشرة فترة متتالية. هاي الآن عندي من الفترة الأولى إلى 15 فترة أو 15 فترة، عندي الإنفاق العام هنا مليون أو 10 ملايين، الأرقام لا تهمني، بهمني المبدأ. هذه الآن اعتقادي هنا 10 ملايين، 1 2 3 4 5 6، إذن مليون، هذا مليون عفوا، مليون ثم مليون ونصف، 5 ملايين، وهكذا إلى ننتهي 1,500,000,000. وهنا الإنفاق اللي هو الاستثمار الرأسمالي، إذن هاي عندي المتغيرين، يعني هناك متغيران داخليان، هذا يعتمد على هذا وهذا يعتمد على هذا، سبحان الله بالتقدير. الآن خطوة الأولى اختبار استقرار السلسلة، يبين بالنسبة لي يعني قمت بالاختبار لكن بدي توفير المساحة والوقت،
اختبار ديكي فولر بأن السلسلتين اللي هي هذه السلسلة وهذه السلسلة مستقرتان حسب اختبار ديكي فولر على برنامج اي فيو. الخطوة الثانية توصيف النموذج بالاستعانة ببرنامج اي فيوز كما ذكرتكم الحاسوبي، وحسب وحساب عدد المتأخرات الداخلة تبين بأن النموذج الأمثل هو ميم داحة تكراري ريكورسيف ثنائي يعني باي فاريت لكن اوتوريجريسيف من اوردر 1 بالاعتماد على المتغيرين الداخلين جي سب تي وكي سب تي بدون نقطة تقاطع، أي يعني الآن جي سب تي تساوي جي في الفترة السابقة زائد كي في الفترة السابقة زائد الإيرور، والآن كي سب تي تساوي جي في الفترة السابقة زائد كي في الفترة السابقة. إذن يعني نحتاج إلى تقدير معلومات هذه القيم، المعلومات هذه A11 عفوا الفا 1 بيتا 1 بعدين الفا 2 وبيتا 2 اوكي. الخطوه الثالثه تقدير معلومات النموذج لانه وصفنا قبل قليل كانت نتائج تقدير المربعات صغرى الاس طبعا كما ياتي. هذه الان اولا معادله النفقات العامه اوكي، ارجو الانتباه هنا، ارجع هنا الرجوع. هذه المعادلة الأولى اللي هي معادلة النفقات العامة، هذه المعادلة الثانية اللي هي معادلة الإنفاق الأول الاستثمار الرأسمالي. فسنقدر معلومات هذه الدالة لوحدها ثم هذه لوحدها ونفسر النتائج. فكانت الخطوات كما يلي أو العفو النتائج، أول شيء R square اللي هو معامل التحديد 97 يعني نقول تقريبا 97% والF value 405 عالي جدا جدا. المعاملات هنا الفا 1 هذه قيمته سالب 24.7203 وبيتا 1 اللي هي 364.4454. هاي هذه احصائيه تي، اذا قسمنا طبعا هاي على الستاندرد ايرور او ما يسمى الخطا المعياري تنتج هذه الاحصائيه، وبالتالي هذه الآن ألفا 1 وبيتا 1 يعني مهمات إحصائيا على مستوى 5% هنا و 2% هنا. ثانيا معادلة الاستثمار الرأسمالي، يعني حتى تفهم أرجو أنك ترجع هنا لطفا، هذه المعادلة الأولى قدرناها قبل والآن هذه الثانية. فهذه النتائج الأولى، هي النتائج الثانية هكذا لاحظوا الآر سكوير 97 كذلك الأمر 408 الاف وكانت نتائج الفا 21 الفا بيتا 21 وهكذا كانت هنا. فاذا سبحان الله يعني وهي مهمه على 5% وهي على 5%. اذا الان تلخيص داله الاستجابه هنا ما يسمى ريسبونس فانكشن، المقصود فيه ارجو الرجوع طبعا الى ان شاء الله الكتاب اللي الفته حول مقدمه في السلسله الزمنيه. هنا حساسية النفقات العامة لنفسها، كل ما زالت الآن النفقات العامة بمقدار وحدة واحدة ما الذي نتنبأ به أن يحدث؟ لاحظوا دائما الزيادة هنا، الاستثمار الرأسمالي حساسيته للنفقات الرأسمالية، وهنا النفقات العامة حساسيتها للاستثمار الرأسمالي، وهنا الاستثمار الرأسمالي حساسيته لنفسه. فدقق في هذا الموضوع، ترى هنا في هذا الشكل بأن النفقات العامة كلما زالت تؤثر على نفسها بأثر رجعي أو متقدم وتزداد، هنا كلما زال الاستثمار الرأسمالي النفقات العامة تزداد، هنا النفقات العامة كلما زال الاستثمار الرأسمالي تزداد النفقات العامة، وهنا طبعا الاستثمار كلما زاد حساسيته لنفسه تزداد. أخيرا الآن حساب تباين التقديرات بصيغتها المفككه نسميها احنا decomposed variance، نحتاج بها الخطوه ان نقدم بعض التعريفات والمصطلحات الجديده. الخمسه نقول عن المتغير الرئيسي المين فاريبل، المتغير الرئيسي هنا في معادله ميم ذا ح بانه داخلي بقوه strongly endangered اذا كان تاثيره على سلوك نفسه قويا، اي انه يؤثر في تغير نفسه بقوه، كأن نقول بأن النفقات العامة تؤثر على نفسها بقوة ويعود كل التغير الحاصل فيها إلى ذاتها أو معظمه طبعا. هنا هذه رقم واحد، هذه الثانية
نقول عن المتغير الرئيسي في معادلة ميم الذهبي أنه داخلي بضعف weakly endogenous، هنا strongly endogenous و weakly endogenous إذا كان تأثيره ضعيفا على نفسه وتأثير المتغيرات الأخرى في المنظومة عليه قويا. ورقم ثلاث نقول عن أي متغير بأنه خارجي بقوة strongly exogenous إذا كان تأثيره ضعيفا على المتغير التابع. وأخيرا نقول عن أي متغير من المتغيرات الأخرى بأنه الأقل خارجي least exogenous، أي أنه خارجي بالحد الأدنى إذا كان تأثيره قويا على المتغير التابع، ما يتضمن بأن المتغير الداخلي بقوة يكون له أثر قوي على المتغير التابع. أخيرا الآن بينت عملية تفكيك التباين التقديرات اللي هو بواسطة طبعا إيفيوز، لأنه عملية حسابية صعبة، وحسب طريقة شولسكي النتائج تعالى هذا الآن تفكيك اللي هو Various Decomposition. هنا البيريد السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، هاي طبعا هي تنبؤات، هنا السنة الأولى معروفة لكن هاي تنبؤات. فلاحظون الآن ما المقصود بذلك، هذه هي السنة الأولى الآن، هاي الآن 100% شو بتقول؟ بتقول إنه كم فسرت جي من تباين نفسها. فلاحظوا لي جي بالسنة الأولى حسب تفكيك الجي نفسها أثرت على نفسها بالمطلق بنسبة 100%، وهنا أثر كي على جي كان صفر، كم فسر صفر. نأتي على السنة الأولى من تفكيكها للكي، هنا بتقول إنه السنة الأولى طبعا هذه أثر جي على كي إنها فسرت 99% من تباينها أو تغيرها. أما الآن السنة الأولى فقط فسرت كي أقل من 4% من نفسها في السنة الأولى، وهكذا لبقية السنوات. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن تكونوا قد استفدتوا منه أحبة الطلبة المتابعين. أنا يعني أعتقد بأنه الموضوع ليس سهلا على طلاب الماجستير وطلاب البكالوريوس، لكن من الضروري أن يعاد يعني مشاهدته مرة ومرتين وثلاثة وتوقيفه عند نقطة معينة حتى تتأكد من الكلام وشكل المعادلات وهكذا. وإلى لقاء آخر بإذن الله قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.